خلونا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين يا حضرات. طبعا التحفيز من حيث المبدا اكيد مهم لاي بني ادم ايا كان سنه كام، لكن بطبيعه الحال الشباب بصفه خاصه في المرحله العمريه اللي بيكونوا فيها في عنفوانهم وفي يعني قمه الطاقه والباور اللي جواهم بيبقوا دايما محتاجين تحفيز. مفيش شك ان قصص النجاح الملهمه ضروريه جدا عشان تحفز كل شاب منهم على حده وتخليه قادر على مواجهه اي تحديات وتديله فكره كافيه عن مصاعب كتير غيره اتعرض لها وعرف يتخطاها وعرف ينجح، فدي حاجه في منتهى الاهميه. عشان كده لجنه الشباب في النادي الاهلي طبعا بالتعاون مع اللجنه العليا للجان واكيد تحت اشراف الاداره التنفيذيه اعلنوا عن تنظيم عده لقاءات لاستضافه رواد اعمال من الشباب عشان يتكلموا عن قصص نجاحهم. تعالوا نتعرف على التفاصيل من خلال التقرير ده. احنا بدأنا بفكرة الأهلي توكس، بندور على طريقة شيقة نوصل بيها محتوى مفيد للشباب وفي نفس الوقت يبقى فيه الاهتمامات بتاعتهم والانترستس ويبقى فيه قصص نجاح يسمعوها من شباب زيهم يتعلموا ازاي رسموا طريقهم وأصروا ان هم يوصلوا لنجاحاتهم. يعني ان شاء الله هيبقى فيه سلسلة لقاءات مع شباب من مجالات مختلفة، الهدف منها زي ما قلت ان هم يعرضوا مشوارهم ونقدر نستفيد منهم، وفي نفس الوقت الشباب الأعضاء النادي يشوفوا الشباب اللي زيهم قدروا يشتغلوا ازاي، يعملوا بلاننج لحياتهم ازاي، وإن شاء الله يوصلوا لنفس أهدافهم ونجاحاتهم بإذن الله. يعني شايف ان هي حاجه مفيده جدا للشباب ان هم ان احنا نيجي، احنا خدنا خبرات يمكن في الحياه وفي الشغل وفي البيزنس وفي الكلام ده كله الكارير بتاعنا، وان احنا نيجي ننقل الخبرات بتاعتنا دي للشباب هنا في النادي. شايف ان هي حاجه مفيده جدا وان في ناس كتير جدا زيي هتبقى حابه جدا ان هي تيجي يعني تساعد الشباب هنا وتبقى وشرف ليها ان هي تبقى في النادي الاهلي. الخطه ان احنا بنحاول نوصل للشباب عن طريق التشانلز اللي هم يعني بنقدر نوصلهم بيها، مثلا عن طريق دلوقتي خلاص بقى السوشيال ميديا، فيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها بدانا نوصل لهم. زائد ان احنا هنا يعني نقول لك ايه اللقاءات الميدانيه هنا في النادي بنحاول نقابلهم ونبدا نشوف افكارهم هم عايزين يشوفوا ايه في النادي، ايه نقعد نتكلم معاهم ايه اللي في دماغهم ونحاول نقدر نقدمه لهم. احنا بنحاول ناتراكت فئه مش موجوده في النادي لاسباب كتير. في العشر سنين اللي فاتوا الناس بعدت عن النوادي بقت تدور على حاجات تخرج فيها اكتر من بره النادي. ابتدينا الفتره دي نرجع تاني، عايزين نرجع تاني نرجع الشباب جوه النادي يبقى ليهم دورهم جوه النادي بدل ما يكونوا بيقعدوا بره وبيخرجوا بره، يبداوا يلاقوا اهتماماتهم تاني جوه النادي، فده هدفنا الفتره الجايه ان شاء الله.